Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de notre chapitre, les solides et les liquides. Comme rappel, on a déjà défini les trois états de la matière, solide, liquide, gaz et plasma. On a parlé des caractéristiques de l'état solide. Les solides peuvent être saisis par les doigts, chaque solide a une forme propre. Le solide ne peut pas couler ni transphaser et on a donné des exemples. On a aussi parlé des caractéristiques de l'état liquide. Toutes les liquides ne peuvent pas être saisis par le doigt, n'ont pas une forme propre. Pourquoi? Car ils prennent la forme du récipient qui le contient. Toutes les liquides peuvent couler et transvaser. Et on a donné aussi beaucoup d'exemples. On a parlé encore, on a donné un exemple que toutes les liquides n'ont pas une forme propre. طلعنا هون بكل هالريسيبيان قلنا انه كل ما حط الليكيد بقلب الريسيبيان بياخد شكل الريسيبيان اللي هو قاعد فيه هون اخد شكل اوفال هون اخد شكل ريكتانك هون اخد شكل كاري فاذا هيدا الشيء اكد لنا انه الليكيد ما عنده فورم بروبر لانه على شاك فوا il prend la forme du récipient qu'il contient. وقلنا انه هدول الاشياء كلهم مفروض نكون حافظينهم كتير منيح. طيب aujourd'hui on va définir la surface du liquide. بعد ما حكينا عن الليكيد وحكينا عن الكاركتيرستيك تاعون الليكيد وقلنا انه هو ne peut pas être saisi par les doigts قلنا انه n'a pas une forme propre قلنا il peut couler et transvaser بدنا نحكي عن surface du liquide. Que ça veut dire surface? سطح سطح الليكيد. تعالوا نشوف. اول شيء حكينا امبارح انه الاو حناخذ اكزامبل عن الليكيد. الاو من وين؟ هو ليكيد صح؟ اتفقنا انه الاو هو سوائل. الليكيد اللي حاحكي عنه هلا هو الاو. طيب لو بران لا فورم دو ريسيبيان كي لو كونتيان متفقين عليها. وما حط المي باي جاط باي طنجره بياخذ شكل الوعاء اللي هو قاعد فيه. شو يعني؟ يعني على شاك فوا لا فورم شانج. متفقين عم فسركم بس انه كل مره شكل الاو عم يتغير. ما هون ريمارك صغيره. Dans chaque récipient, la surface est la même. السطح سطح المي هو ذاته. شو معناته هالحكي؟ تعالوا نشوف هيدي الرسمة. هيدا ريسيبيان، شو اسمه هيدا؟ ريسيبيان بتاخدوه بالشيمي، وعاء. اوكي؟ عبيته او، شكله هيدا اللي بقلبه؟ هيدا مي، او. والاو هو عبارة عن شو؟ عبارة عن ليكيد، عن سوائل. متفقين؟ طيب حطيته بقلب ريسيبيان اوفال، ليكو كيف شكله مثل السارك. طب الميات ليكو كيف اخذوا شكل؟ انكبوا شي الميات لهون ولهون؟ لا، اخذوا شكل السارك. طيب اطلعوا لي على راس المي من فوق، وين راس المي؟ ليكو وين؟ هيدا الشيء بسميه سطح المي. هيدا بسميه سطح المي، سطح الماء. طيب اطلعوا اللي بسطح الماء، منو جالس؟ بلا جالس. فاذا شو معناتها سيرفاس؟ سطح المي او سطح الحليب او سطح العصير حسب سطح حي الله اللي كنت حاطينه هون غير الاو. سطحه من فوق اسمه سيرفاس. شفتوا السيرفاس كيف شكلها وين بتكون؟ خدوا اكزامبل تاني. وين السيرفاس بهيدا الريسيبيان؟ هيدا او. حي الله اللي كنت مثلا غير الاو. وينو سطح المي؟ ليكو هو سطح المي. هيدي اسمها سيرفاس. من هون هيدا الشيء اللي هون هيك جالس اسمه سيرفاس. فاذا كل ليكيد عنده كاركترستيك. اول كاركترستيك للليكيد انه ما فيني اكمشه باصابيعي. تاني كاركترستيك للليكيد انه ما عنده شكل محدد، كل مره بياخذ شكل الوعاء اللي بيقعد فيه. تالت كاركترستيك للليكيد انه هو في يندلق وبيتعبى كول ترانسفاس. اليوم تعرفنا على كاركترستيك جديدة انه كل شيء فيه ليكيد بالدنيا عنده سطح، وسطحه بيكون من فوق بالاول، بيكون جالس. هيدي هي السيرفاس دو ليكيد. طيب هالسيرفاس هي طلعوا لي فيها، شايفين عوجة شيء؟ لا. شايفين ميل شيء؟ لا. كيف شايفينها بالحالتين؟ بالحالتين اطلعنا لقينا السيرفاس جالسة. تعالوا نشوف هيدي الرسمة. أول رسمة سيرفاس جالسة، تاني رسمة كمان السيرفاس جالسة.
فإذا بكل مرة السرفاس شو عم بتكون؟ جالسة. شو يعني جالسة بالفيزيك؟ معناتها لا سيرفاس دو ليكيد اي توجور. شو يعني توجور؟ دائما، يعني ما في ولا احتمال تاني غير هيدا الاحتمال، دائما. لا مام هي ذاتها كيف شكلها؟ جالسة ونايمة. بلان يعني جالسة. شفتوا كيف جالسة؟ حدا شاف السيرفاس هيك شكلها؟ لا، شكلها ليكو كيف ما فيها ولا طعجة، هذا معناتها بلان ما فيها ولا طعجة. أو أوريزونتال، حدا شاف لي هون السيرفاس شكلها هيك؟ لا، كل الوقت عم نشوف السيرفاس نايمة. أفقية، فإذا هي أوريزونتال أفقي، ولا مرة شفنا سيرفاس دو ليكيد واقف أفقي. فإذا توجور توجور هيدي للحفظ، توجور لا سيرفاس دو ليكيد سطح الليكيد، سطح أي سائل بالدنيا. بلان اوريزونتال، بلان اوريزونتال توجور. فإذا ريزومي هون على جنب، تعالوا نعمل ريزومي. عندي شيء اسمه ليكيد، ليكيد عنده سيرفاس، هالسيرفاس كيف بتكون؟ توجور بلان سوري هون غلطت، اوريزونتال. فإذا هيدا هو الريزومي تبعت هذه الصفحة. عندي شيء اسمه ليكيد سوائل، كل السوائل عندها سيرفاس، هالسيرفاس توجور بلان اوريزونتال. هيك بيكون كل شيء حكيناه بهالصفحة موجود هون بالريزومي. طيب كيف بنرسمها لهيدي السيرفاس برأيكم؟ تعالوا نجرب نرسمها أنا وياكم. تراسون لا سيرفاس بلان او اوريزونتال، شو بدي ارسمها بايدي؟ بركي انطعجت ايدي، بركي هزت انا وعم برسم السيرفاس، مشان هيك شو بدي استعمل لحتى ارسم السيرفاس؟ ايكار، وانا عرفتكم عليه قبل هلا. ايكار هو مسطره بتيجي بعلبه الهندسه، حنشوف هلا شكلها كيف بيكون. طلعوا لي بهيدي السيرفاس، شو في هون؟ ليكيد. طب الليكيد شو عنده؟ عنده سيرفاس، ليكي السيرفاس فوق. كيف بدي ارسمها جالسه للسيرفاس؟ بجيب ايكار، هيدا شو اسمه؟ اسمه ايكر. هيدي المسطرة اللي بيكون شكلها تريانجل عندكم، بتكون طويلة شوي، هيدي بتكون ايكر. هيدي برسم فيها السيرفاس. تعالوا نشوف كيف نرسم السيرفاس. بنحمل الايكر بهالطريقة جالس، ما بنيمه، ما بجيب الايكر وبحطه هيك، لا، بجلسه بهالطريقة محل ما في بيربوندكولار، بجلسه. طلعوا كيف بدنا ننزله؟ بننزله شوي شوي. ليكو كيف اجى على السيرفاس؟ بيربوندكولار. وبجيب قلم رصاص وبرسم السيرفاس بهالطريقة. اوكي، حنرجع نعيد. بجيب الاكار وبنزله بهالطريقة. تعالوا نعمل هيدي الرسمة، ليكو هون الريسيبيان كيف اعوج. جيبوا انتو قنينة مي صغيرة عندكم بالبيت، حطوا نص مي وعوجوا القنينة وتطلعوا من فوق، بتلاقوا سطح المي، حتى لو كانت القنينة عوجة بتلاقوا سطح المي جالس. نجيب الإكار منجلسه، طلعوا كيف مجلسته. إذا كان الإكار معكم، إذا هيك ماسكينه ما بتقدروا ترسموا سيرفاس. إذا أعوج نطفة صغيرة ما بقدر أرسم سيرفاس، إلا ما يكون هيدا فيرتيكال هيك عمودي. ليكو هيدا كيف جالس، جالس وفيرتيكال وعمودي. اوكي، بجلسه بهالطريقة، برجع بنزله شوي شوي. وشو بعمل بعدين؟ وبرسم بالقلم الرصاص سيرفاس بالقلم. ليكو كيف تطلع جالسة؟ رغم انه الريسيبيان اعوج، في منكم تلاميذ شو حيعملوا؟ حيجيبوا قلم يرسموا لي، بلاقوا الريسيبيان نايم هيك، بيرسموا السيرفاس هيك. غلط ابدا، هيدا الشيء ما بيصير. ما إذا نيمنا الريسيبيان يعني صارت السيرفاس نايمة، كيف ما كانت وضعية الريسيبيان؟ توجور 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 لا سيرفاس دو ليكيد اي بلان اي اوريزونتال. مشان هيك ما ثلاث ارباع التلاميذ لما بطلعون على التابلو رسموا لي سيرفاس بلاقوه نايم، بيجوا بيرسموا السيرفاس نايمة. لا، بنجيب الاكر، بنجهزه، بنجلسه، بننزله بهدوء وبنرسم السيرفاس تطلع بهالطريقة جالسة. ليكو هيدا الريسيبيان كمان اعوج.
بيجوا تلاميذ بيرسموا لي السرفاس هيك عوجة مثل الريسيبيان. طلعوا لي، حطوا مسطرة هون انتو عندكم بالبيت. هذا جالس؟ لا اعوج. تعالوا جلسوا ليكوا الأفكار. جلسوا وبنزلوا، ليكوا كيف طلعت معي السرفاس بهالطريقة على هذا الخط الأحمر اللي هون اللي أنا رسمته مثل هذا. لا ليكوا هذا كيف أعوج مقارنة مع هذا الخط اللي رسمته هون، لأنه أنا ما فيني أرسم السرفاس على كيفي عشوائي. لا بدي أجيب الأكار ونزله بهدوء وأرسم سرفاس بالمسطرة. ليكوا كيف تطلع جلسة، حورجيكم هون الفرق بين السرفاس المظبوطة. هيدي السرفاس غلط، مظبوطة بتيجي هيك، شفتوا الفرق؟ هيدي المظبوطة، هيدي غلط. فإذا هيدا هو الفرق بين السرفاس اللي بترسموها بإيدكم وبتلحقوا شكل الريسيبيان نايم ولا واقف، وبين ما تجيبوا إكر بتنسوا شكل الريسيبيان نايم ولا واقف ولا أعوج، بتنسوا تطلعوا بس بالإكر، بتجلسوا وبتنزلوا بهدوء وبترسموا السرفاس. هرجع عيد، منجلس الإكر مننسى شو في تحت، منجلس الإكر بنحطه على خط مثلا بالدفتر عندكم انتو حساب، بننزله بهدوء وبنرسم السرفاس اللي هي توجور توجور بلان. ليكو هالسرفاس من بلان، من جلسة بلا جلسة، وشو كمان اوريزونتال. حدا شاف لي السرفاس رسمتها هيك؟ لا. هون كمان لا سرفاس بلان واوريزونتال، هون كمان لا سيرفاس بلان اوريزونتال. بكل الحالات السيرفاس تبع الليكيد، سطح الليكيد، سطح السائل، سطح المي عم بيكون بلان اوريزونتال. اذا كان هيك يعني هو منو اوريزونتال، كيف الفيرتيكال اوريزونتال؟ تعالوا اتذكر بركي نسين انتو. هيدا اللي هيك، عفوا هيدا اعوج، هيدا اللي بيكون جالس هيدا اسمه فيرتيكال. حطوهم على الجنب بالهامش عنكم، واللي بتكون نايمه هيك شو بتكون؟ اوريزونتال صح. طيب وبلان يعني جالسه. طب طلعوا لي هون، هيدا الشيء اللي هون انا رسمته زيكزاك، هيدا بلان شيء؟ لا هيدا منو بلان. ليش؟ لانه منو مرسوم بالمسطره، اللي مرسوم بالمسطره بس مثل هون هيدا اسمه سيرفاس بلان، جالس ونايم اوريزونتال. بهالطريقه بيكون تعرفنا اليوم على كلمه سيرفاس وكيف بنرسم السيرفاس. تدربوا عليهم كتير منيح بالبيت، انتو عم تكتبون وبتكون تصوروا لي الصفحة اللي عملتوا فيها هيدي البارتي مشان نشوف كيف عم ترسموا بالأكر. وميرسي بوكو بوفو.